ما حدا يعلج البابور وعقب يغطيه بجدح أو يضبه تحت فراشه. إنه لازم ينحط بمكان عالي مشان ينور على اللي بالظلمه بره وده يفوت. كل شي مخفي الله رايح يطلعه وينعرف، وكل شي مستور غير يخليه ينكشف. مشان هيك ودي اياكم تسمعوني زين، هذول هل يرضون بحكي الله رايح يزيدهم فهم، واللي ما يقبلونه حتى الفهم اللي عندهم رايح الله ياخذه منهم.